بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس السابع من سلسلة جلسة تون بوم ستوديو. إن شاء الله راح نتكلم عن الخدع والأفكار اللي من شأنها تسهيل تحقيق فكرة بشكل سريع وأقل مجهود وأقصر وقت. في هذا الدرس راح نشرح عملية اللوبينج أو التكرار، وهي عملية تعتبر خدعة للمشاهد بحيث يجعل المشهد استمراره في الحقيقة تكرار. طبعا لا أقصد بالتكرار أو الاستمرار اللانهائي اللي يؤدي إلى كراش البرنامج أو عمل خطأ، فالتكرار المقصود أن تحدده بعدد معين. بصورة مبسطة نرى هنا في المشهد الذي أمامنا سيارة تتحرك على طريق طويل، وهو في الحقيقة أن السيارة واقفة والشارع هو الذي يتحرك ويتكرر. لو أمعنت النظر على الخلفية والشجر ترى أنها تتكرر. طبعا هذه العملية تقلل من مجهود الرسم وتختصر الوقت مثل ما قلنا. أشرح طريقة رسم هذه العملية وكيفية تحقيقها من البداية إلى النهاية. الفكرة في رسم الخلفية هو رسمها بطول مساحة العمل مرتين، يعني أنك ترسم في مساحة العمل الخلفية اللي أنت تبغاها، وتقوم بعمل كوبي بطول مرتين، بطول المساحة مرتين نفترض إلى هذه الحدود. طبعا هو عملها بهذا الطول ليس شرط، ولكن فقط لتقليل الأخطاء راح أرسمها بطول مرتين. ولكن يجب أن تنتبه أن آخر مشهد أو آخر لقطة في المشهد، أي الجزء، نفترض أن لدي الآن ثلاث مشاهد، الجزء هذا الثالث يكون مشابها تماما للجزء الأول. يعني أنك لما ترسم أشجار بعدد معين يجب أن يكون في رقم ثلاثة هنا الأشجار نفس العدد في رقم واحد، ولكن رقم اثنين لا يشترط أن تكون متشابهة. مثلا تضع أشجار أكثر أو سحب أكثر، ولكن هذا يرجع لك، ولكن يجب أن تراعي الاتصال. مثلا مو ترسم لي هنا مثلا سحابة وغير متصلة مع رقم ثلاثة، يجب أن تراعي الاتصال بين واحد واثنين واثنين وثلاثة. الفكرة في الارتباط يجب أن يكون متناسق مع المشهد الأول والثاني. خليني أبدأ أنا الآن برسم الخلفية الأولى، أقوم برسمها بشكل سريع. أعمل لون الأصفر لل مستطيل. الآن نقوم بعمل الرصيف، حدود الرصيف نقوم بتلوين الرصيف، ثم نفترض أن لدينا هنا جدار، نقوم بتلوينه بلون فاتح أكثر. الآن نقوم بتلوين السماء، نفترض أن هنا سماء، نقوم بعمل جروبينج كنترول جي ثم كنترول سي ثم كنترول في لنعمل طبقة أخرى تقريبا. الآن قمت بعمل خلفيتين، بست من جديد ووضعها. الآن قمت بعمل كما ترون ثلاث خلفيات متصلات مع بعضهن
راح أمددها إلى 20 مؤقتا، ثم أضيف أشجار لاير أشجار أو طبقة جديدة، أشغل الكاميرا، أقوم بإزالة شبكة لا أحتاجها، جلبها من اللايبراري ولتكون هذه النوعية من الأشجار، ثم أقوم بتصغيرها بطريقة مناسبة. أقوم برسم مستطيل تخيلي فقط لتحديد حدود رقم 3، ثم سأقوم بإزالته لاحقا. إذن لدي هذه الجهة يجب إزالتها، وهذه الشجرة أيضا يجب إزالتها. أقوم بإزاحة هذه الأشجار عن الخط الفاصل. هنا أقوم بإضافة شيء جديد مثلا، الحريق. الآن نقوم بإزالة المستطيل فلا أحتاجه، ثم تمديد الخلفية مؤقتا إلى 20. الآن نقوم بإضافة بيج لدمج الخلفية وجعلها في جروب واحد. نقوم الآن بتحريكها. طريقة التحريك، اختيار الإليمنت أو الصفحة الأولى وضغط I، ثم اختيار الموشن والذهاب إلى آخر صفحة، ثم التحريك خلفية. طبعا لاحظ ظهر لنا اللاين أو الخطوط السوداء، هذه تبين لك كيف طريقة المشي. أفضل أن تكون مستقيمة قدر المستطاع لكي يكون العمل متقن. الآن قمت بعملية المشي مثل ما تشاهد الآن. هذا الشريط هو الذي سأقوم بتكراره. إذا نسخ، نقوم بنسخ كنترول سي ثم كنترول V، راح انسخه 3 مرات، يكون عندي 3 نسخ. الآن تتبقى مرحلة إضافة السيارة، add new element، راح اسميها car، نسميها car سيارة، راح اجلبها أيضا من library.